ولحد دلوقتي بعد سنتين وانا بقى عندي 19 سنة، اللي حصل لي في اليوم ده لسه مؤثر عليا جدا، لدرجة ان انا ما بعرفش اقعد في اي ضلمة لمدة 5 دقايق على بعض، وكمان لازم عشان انام اشغل القرآن بصوت عالي في نفس الأوضة واكون فاتح فيها النور. مساء الليل عليك يا شباب، يا ترى قاعد مجهز قهوتك ومستني زي حالتي؟ لو لسه عايز تظبط قعدتك قوم ظبطها وانا قاعد مستنيك، ولو جاهز فيلا بينا نبتدي على كابوس المرة دي، الكابوس اللي مستوحى من قصص حقيقية أغلبها حصلت في الواقع، بس أنا دايما يا شباب بحب أكتب لك حاجة جديدة، فيلا بينا نبدأ الكابوس. بس اللي بيخاف يولع كشاف. كابوس النهاردة يا شبح هيبقى كابوس عن ياسين، اليوتيوبر المشهور اللي عنده 19 سنة، اللي المحتوى بتاعه كله يعتبر مغامرات في أماكن غريبة وأماكن مهجورة. ياسين بيقول لنا اللي هقوله النهاردة ده أنا ما ذكرتوش في أي حاجة قبل كده على السوشيال ميديا، ولا كتبت حتى بيه بوست على الفيس، لأن اللي حصل لي في اليوم ده غير حياتي فعلا. وعشان ما أطولش عليكم هقول لكم، البيت الملعون ده كان بيت ساحر عندنا في القرية، كان مهجور قوي من زمان وكل اللي احنا بنسمعه عنه اساطير. فقررت ان انا اول فيديو هنزله من المحتوى بتاعي اللي انا شغال فيه بقالي سنتين يبقى هو البيت ده. يعني انا حصل لي الحادثه دي من سنتين، كان عندي 17 سنه لسه، ويا ريتني ما رحت البيت ده، لان اللي انا صورته ما استفدتش بيه في حاجه، والتجربه اللي انا عشتها تجربه قاسيه قوي على اي حد اللي هو يمر بيها ويطلع منها سليم. بس الحمد لله اللي انا قادر اوصف لكم اللي حصل، وما استسلمتش للخوف اللي كان جوايا في اليوم ده، وكملت فعلا المحتوى بتاعي. يلا بينا احكي لكم اليوم ده حصل فيه ايه بالظبط. ياسين بيكمل يا شبح وبيحكي لنا، بيقول انا اول ما وصلت عند المنطقه اللي فيها البيت ده عرفت البيت ده حواليه اساطير كتير. ليه؟ لان البيت اصلا من بره شكله مرعب جدا، زاد اللي هو في مكان معزول بعيد خالص عن القريه بتاعتنا، يعني بعد الارض الزراعيه تحس وانت طالع على الجبل كده. المكان ده محدش بيطلعه، وفعلا مليان اساطير عن الجبل وعن بيت الراجل ده. هل هو ساحر فعلا؟ مش هقدر اجزم غير لما اخش، ويمكن كمان ما اعرفش اجزم، بس دينا هنخش وهنشوف المغامره هتخلص بينا على فين. ياسين بيقول اول ما قربت من البيت ده لقيت السور اللي حوالين البيت مليان رسومات غريبه كده، تحس اللي هي زي عفاريت شياطين. وانا بصور الحاجات الغريبه اللي حوالين سور البيت دي، لاحظت كمان ان شبابيك البيت كله مقفولة بخشب من جوه. البيت كمان متكون من دورين، دور أرضي والدور اللي فوقيه على طول. وبكمل تصوير حوالين البيت وبخش من باب البيت بحذر عشان ما أعرفش لسه إيه اللي ممكن يقابلني في البيت ده. ففتح الكاميرا وداخل البيت، وأول ما دخلت حسيت إن أنا دخلت في كهف مش بيت عادي. البيت كان مليان خفافيش، بس عارف إن أنا ممكن أقابل حاجة زي دي. كملت تصوير في الصالة، أول ما دخلت لقيت أكوام تراب في كل حتة، وفي زي عفش قديم قوي كده، وكمان مرمي على الأرضية بتاعت الصلاة حقن كتير مرمية كده. أكيد المدمنين اللي في المنطقة بييجوا يخشوا المكان ده بيبقوا قاعدين براحتهم، بس مفيش حد تقريبا. من ساعة ما أنا دخلت مفيش صوت. وأنا بكمل تصوير في الصالة، مرة واحدة حسيت إن في حد نفخ في ودني من ورا، اتنفضت في ثانية والتليفون وقع من إيديا، ولفيت ورا ببص ملقيتش حد، مفيش حد في الصالة غيري. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقلت أكيد ده هوا. وبعد ما شغلت التليفون تاني وابتديت أصور، لقيت اللي فيه حيطان مكتوب عليها أرقام وحروف بلون أحمر غامق كده. الأرقام والحروف دي منها عشوائي ومنها كان محطوط في مربعات ومثلثات، أرقام وحروف زي اللي بنشوفها على الأعمال وعلى السحر. كملت تصوير عشان أخش الأوض اللي في البيت، لقيت الطرقة فيها باب على اليمين، باب أول أوضة، وفي أوضة تانية في الوش في آخر الطرقة، وطبعا المطبخ والحمام على الشمال. دخلت أول أوضة واللي بابها كان مكسر خالص، ولما دخلت الأوضة دي كان فيها كرسي خشب، وجنب الكرسي على الصفين في كام شلتة كده، تحس اللي هي الشلت بتاعت زمان اللي بتقعد عليها في الأرض القعدة العربي دي. وفي النص في قصعة، القصعة اللي بيستخدمها البنايين في الأسمنت والرملة، وبرضه بتستخدم ساعات في النار لما حد بيحب يعمل شوية نار يتدفى عليهم أو كده، بيستخدم القصعة المعدن دي. ولكن الغريب في الأوضة دي إن ياسين بيقول إن الحيطة اللي قدام الكرسي مكتوب عليها حروف وأرقام برضه زي الحاجات اللي بره، بس في فرق هنا، أنا شفت رسومات لكائنات أشبه كده بالحيوانات الخيالية، ناس نصها اللي فوق إنسان ونصها اللي تحت معيز،
وفي وسط الكلام ده لقيت اسم كبير قوي مكتوب وتحتيه رسمة شيطان، شيطان من كتاب قديم قوي كنت شفته قبل كده. الشيطان ده اسمه بيلزباب. جيت عشان اشوف ايه الالوان اللي مكتوبة بيها دي، شكلها غريب قوي. بحط ايدي على الرسومات دي وانا بقول بيلزباب، مرة واحدة حسيت ان الأوضة بقت جحيم عليا، حسيت ان نفسي مش قادر اخده، وعرقت في خلال ثانيتين عرق اكني بجري بقالي 3 ايام. خدت بعضي وحاولت اخرج من الاوضه بسرعه، بس وانا بخرج من الاوضه اتكعبلت في حاجه انا مش عارف هي ايه وقعت بره. لكن وانا بقى لمحت خيال حاجه كبيره قوي سودا كده رايحه الاوضه الاخيره اللي في اخر الطرقه ودخلت من الباب، واول ما وقعت قمت بسرعه من كتر الخوف اللي جوايا. انا ما سمعتش حد دخل البيت، الراجل ده كان هنا بيعمل ايه؟ الراجل ده كان هنا من امتى؟ وإيه اللي حصل لي في الأوضة دي؟ ليه درجة الحرارة كانت فظيعة قوي في ثانية كده جوه؟ من كتر الخوف اللي أنا كنت فيه فضلت أزعق وأقول مين؟ مين اللي هنا؟ أنا شفتك وأنت داخل الأوضة، وخرجت إلكتريك كنت مجهزه معايا عشان معرفش هقابل إيه جوه. طلعت الإلكتريك بتاعي من الشنطة وابتديت أعمل بيه الصوت المرعب بتاعه ده. فعلا الصوت كان عالي قوي لأن إحنا في مكان مهجور، وبرده ما جاليش أي رد من الأوضة. فضلت أقول له أنا جاي، خلي بالك أنا معايا الإلكتريك. لكن برضه مفيش أي صوت بيجي من الأوضة. وأول ما وصلت لباب الأوضة سمعت صوت باب بيترزع جامد قوي وصوت ست بتصرخ، صريخها فظيع دخلني في نوبة من الخوف أكتر ما أنا خايف. السويت ما كانش حد يقدر يستحمله، أكن الست بتتعذب بأبشع طريقة في الدنيا، أكنها بتتحرق حية. وأول ما جمعت جرأتي وحطيت رجلي جوه الأوضة حسيت إن أنا دخلت فرن برجليا، فرن كبير يقدر يسويني خلال ساعة ولا حاجة. درجة الحرارة كانت فظيعة قوي جوه الأوضة، لكن اللي كان أبشع من درجة الحرارة الكائن اللي كان في زاوية الأوضة. كائن ضخم ولون أسود بس واقف ومديني ظهره، مفيش أي صوت بيخرجه من ساعة ما دخلت الأوضة والصريخ وقف. والأغرب اللي هو كان عريان تماما، بس مكان الأعضاء عنده كان ممسوح، تحس اللي هو زي العروسة البلاستيك مفيش أعضاء. وده اللي خلاني سبت في مكاني ولا قادر أتنفس ولا قادر أهرب ولا أخرج صوت ولا أتحرك. فضلت كام ثانية عندي شلل كامل، وأول ما قدرت أتحرك وأركز رجعت لا إرادي لورا كده بلهوجة، وأنا برجع اتكعبلت في حاجة عاملة زي عظم كبير كده في الأرض. وقعت على ظهري، وأول ما وقعت على ظهري الصوت رجع تاني، الصوت بتاع الصراخ رجع تاني. ما قدرتش أستحمل، قمت عشان أجري بره الأوضة، لكن أول ما قمت وبخطي أول خطوة الارض زي ما تقول انشقت وبلعتني. الارض اللي انا دوست عليها كانت باب على اوضه في السرداب. وقعت في الاوضه دي والتليفون وقع من ايديا، واول ما وقعت شميت ريحه فظيعه قوي، قعدت احس لحد ما وصلت للتليفون وفعلا فتحت الفلاش، ويا ريتني ما فتحته. المنظر كان بشع في الاوضه، الاوضه كلها كانت مليانه بهياكل عظميه، وكمان كان فيها حاجه ابشع، كان فيها هياكل عظميه لاطفال، اطفال الهياكل بتاعتهم بتدل اللي هم ما عدوش كام شهر، جماجمهم صغيره جدا. طبعا انا مش قادر اتلمع على اعصابي، المنظر كان فظيع والريحه كانت اقذر. فضلت انط واحاول اوصل للباب اللي انا وقعت منه، عايز اخرج باي طريقه من المكان الملعون ده. وبعد محاولات كتير لقيت حاجه زي قطعه خشب بتاعت الجزار، قطعه الخشب الكبيره اللي بيقطع عليها اللحمه دي في الجنب. قعدت عافر بالعافيه في وسط الهياكل العظميه والجماجم الصغيره دي لحد ما قدرت احطها تحت الحفرة بالظبط، وطلعت عليها وخرجت بره البيت ده بأعجوبة، نفدت بجلدي زي ما بيقولوا. طبعا انا روحت في اليوم ده مش قادر اتحرك ومش قادر اتكلم ولا افتح بقي بحاجة، ونمت زي القتيل، نوم عمري ما نمته قبل كده. وخلال ما انا نايم شفت اسوأ كوابيس في حياتي، كوابيس عمري ما هقدر انساها، بس من بشعتها انا مش هقدر اقولها لحد، لان كوابيس فعلا كانت اذتني نفسيا ومش حابب اللي انا اعيد ده عليكم. لكن اقدر اقول لكم ان انا تاني يوم قلت لازم اروح للشرطه وابلغها بالمكان ده واقول لهم اللي انا شفته بعينيا واوريهم التصوير. وبالفعل بدورهم الشرطه راحت المكان وخرجوا كل الهياكل العظميه اللي كانت مدفونه تحت في الاوضه دي، اكيد الراجل ده كان بيستخدمهم في اعمال السحر بتاعته. الشيطان اللي كان مكتوب اسمه اللي انا زي ما تقول حضرته كده اول ما لمسته، الشيطان ده لما دورت عليه لقيته فعلا بيتطلب تضحيات بشرية كتيرة جدا وأكترها بتبقى أطفال. إزاي البشر بيقدروا يوصلوا للمرحلة دي من الشر ومن الأسوأ؟
ليه يعمل حاجة زي كده؟ عشان خاطر فلوس؟ عشان خاطر سلطة؟ أنا مش قادر أستوعب لحد دلوقتي إزاي بني آدم يقدر يقتل بني آدم تاني، وكمان طفل ملوش أي ذنب، عشان يقدمه للشيطان. طبعا الجثث دي محدش يعرف أهلها مين، لكن تكفي اللي هم اتدفنوا بطريقة تليق بيهم كبني آدمين، مش محطوطين كلهم في أوضة فوق بعضيهم أكنهم شوية زبالة. ولحد دلوقتي بعد سنتين وأنا بقى عندي 19 سنة، اللي حصل لي في اليوم ده لسه مؤثر عليا جدا، لدرجة إن أنا ما بعرفش أقعد في أي ضلمة لمدة 5 دقايق على بعض، وكمان لازم عشان أنام أشغل قرآن بصوت عالي في نفس الأوضة وأكون فاتح فيها النور. مش عارف أنا هفضل أكمل حياتي كده ولا هقدر أتغلب على الخوف ده في يوم من الأيام. ودي كانت آخر حاجة قالها ياسين يا شبح. لو أنت عندك تفسير انزل اكتبه تحت في الكومنت، واشترك في القناة لو أنت لسه مش مشترك، وفعل جرس الإشعارات، واستناني في كابوس جديد كل أسبوع. أحلى مسا عليك يا شبح.